مرحبا. لا تحاكيني، زعلانة منك. مو مشكلة. شو؟ مو مشكلة، براضيكي. ما بدي تراضيني. انت شلون بتقلي جاية فورا وما بتجي لهلأ؟ خليها لربك، خليها ربك. كل الكلام بينحكى، مو كله بينحكى. كنت طالع من المديرية، عم شافني المدير، كلفني بمهمة، قمت اضطريت اتأخر. شوف كامل، قصر الكلام، انا ما عاد اقدر اتحمل شوفتها بهالبيت. اذا ما بتقلعها هلا بحمل حالي وبضب اغراضي انا واللي ببطني وما عاد بتشوفنا بنوبها. وين بدك تروحي؟ ما دخلك. ان شاء الله بتدخلي بال... شلون ما دخلني حبيبتي؟ شلون ما دخلني؟ اذا كنت بتهمنا وبيهمك راحت بالنا كنت املت لنا الامن والاستقرار ببيتنا. لكن لك يا حبيبتي يا سهام يا روحي يا قلبي، يعني انت برايك هلا هيك معقولة نكمل بقية حياتنا؟ معقولة ونص؟ لك أنا عاجبتك تصرفاتها معي؟ ما في غير بتهجم علي على الأوضة، بتضربني، بتشد لي شعري وبتقول لي يا مجنونة. لو كنت حجر كنت انكسرت. لك أنا لو كنت حجر كنت انكسرت. لك أنا حبالي الصوتية عم تنكسر، أنت بتشدي بحبالي وهي بتشد بحبالي. لك حاجبها هي اللي قالت إنه أنت اللي شديتي لها. من فوق الفرشة لطلع لك، من قلب الكادر لطلع لك. قديش حطيت حقه؟ الجهاز ولا الخط؟ اثنيناتهم سوا. لسه ما جمعته. طب قديش حطيت حق الجهاز؟ بسيطة، بتطرعي حق الخط من اثنين بيطلع معك حق الجهاز. ألو؟ لك هذا التليفون العادي مو الموبايل. لا تردي، خليه يتعودوا على الموبايل. إلا حتى يحفظوا رقمك أول. مظبوط، ردي لك. الو، اهلين كامل. بالله الحق عليك، مين قال لك تجيب له ضره؟ طيب خلص، طيب جايين، باي. قوم انقذ عديلك. انقذوا؟ ليش شبوا؟ نسوانه الاثنين رح يجننوه. اتركيه يقلع شوكه بايديه، هو اللي غلط، الحق عليه. يعني انت بتعتبر انه عملت كامل غلطه؟ ايه طبعا، اتجوز تنتين ما اختلفنا، بس بيحط النار جنب البارود، بيسكنهم مع بعضه. الواحد لما بده يتجوز تنتين بياخذ لك كل وحده بيت، بيتجوز ثلاثه كل وحده ببيت، بيتجوز اربعه كل وحده ببيت. الله يرزقنا. قوم لك، انا قوم نقذ عديلك واختي. قوم نبيل، حاول تقنعه لكامل يطلقها. حرام بس لا تولد بالاول. لك مو لسهام يطلق مرته الثانيه. ايه معك حق، اصلا مو لا بالفلو، وانا ما حبيت له يا يصطفلو. الله يوفقك. اعملها. الله لا يعطيك عافية، شلون وقفت هيك فجأة؟ ما شفت القطة مرقت من قدامي، خفت ادعسها حضرت هداك الفرام. لك فهموني، انتو ما بتحسبوا حساب انه في عالم وراكم ماشي بالسيارة؟ وانت ليش مانك تارك مسافة امان؟
على كل بسيطة أخي، إجت سليمة والحق علي. هلأ بنكتب ضبط بالحادثة وشركة الضمان تبع بابا بتصلح لك. أنا مأمن تأمين شامل. لا يستر عليك، شو ضبط ما ضبط، خلاص بنحل أنا وياك حبية، شعيري بعيري هيك مندبرها، كل واحد بيصلح لحاله. انت اذا صلحت لحالك، انا شركة الضمان ما بتصلح لي بدون ضبط شرطة. الي نسبة كتير، انا كمان مرتي حامل، اذا شافت الشرطة بجوز صائر عم تتوجع، بدي لحقها على المستشفى. اسمع صوتها، اسمع ها. بدي لحقها ولادي يا نبي. ابي شايف ابي، الله يرضى عليك، روح اتكل على الله وقل له لابوك لما يركبك السيارة. روح عمي ولك روح. انت كمان صرختي تبوجأ، قولي اي عن جد تاني مرة. الله ستر نفدنا. لك شبك انت سهام شبك، لسه ما في غير نازل خناقات مع جوزك وزرتك. لفيها وديري بالك على ابنك يلي ببطنك. لك ايه ما عاد بقدر اتحملها يا صفاء، ما عاد بقدر اتحملها، ما عاد بدي اشوفها هون، ما عاد بدي اشوفها، عم صير لانه عم صير مجنونه. شو يعني ما عم تقدري تتحمليها؟ انت بغرفتك وهي بغرفتها. لا تحاكي، ما بتحاكيكي. ما حدا فهمان علي، ما حدا فهمان علي. بعد العرس ما في قرص، وإذا ما خليته يطلقها هلأ بهالتسعة أشهر ما عاد يطلقها بالمرة، وأنا بدي جوزي إلي لحالي. فهمتي ولا ما فهمتي؟ شوفي سهام، إذا بدك تضلي توجعي راس جوزك وتعملي له مشاكل ما رح يرجع لا إليك ولا إلك، بهج وبيترككم اثنيناتكم تنقروا بعض. فحاجة بقى لفية هلكتي لهالرجال، لسه ما في غير كل يوم والتاني بيفتح لي تليفون وبيستنجد فيني. دخيلك تعي شوفي أختك، دخيلك تعي دبرينا، دخيلك تعي لحقيني قبل ما ارتكب لي شي جريمة. طيب انتي شو بتنصحيني اعمل؟ ما تعملي شي ولا تتصرفي بشي، انتي بس التهي بالببو تبعك، لا تحاكيها ما بتحاكيك، انتهى. انتهى؟ كل الحق على كامل. علي ما علي، الحق عليك. ليش الحق علي؟ ليش؟ انا كمان من حقي انه صير اب، من حقي انه صير اب. انا لو عرفان انه سيامتها تحبال ما انضربت على قامتي وجوزت سعاد. لك غلطك انك مسكنهم بيت واحد. لك شو غلطي انه مسكنهم بيت واحد؟ انا عجزت فيها لسعاد، عجزت انه تروح تعدى شهر عن انا ما قبلت، شو بسوي بحالي؟ اخي ما لك غير حل واحد، تستاجر لها بيت صغير وتعدى فيه. لك انا 1000 ليرة اجار هالبيت ما عم بقدر ادفعه، بدك يعني استاجر بيت ثاني؟ انت احكي مع مرتك، واذا وافقت انا بدفع لك اجرة البيت، سدادة. حكيت معه وهديته شوي، بس ما بقدر اوعدكم بنوب اني قنعته بشي. الله يكون بعونك يا جوز التنتين، ما بتنحسد نهائيا على هالعيشه. شايف نبي؟ شايف عديلك شو عم يصير معه؟ بالحق عليه، انا محله بضوي للتنتين، وعلي ما علي بجوزه 4 بداله وعمره ما حدا يرد. نبيل شفت عديلك قديش متضايق من نسوان التنتين؟ خطيته راح يجن يلي من ايده الله يزيده. هو حصاته الان، انا بعرف رجال متجوزين 3-4 نسوان وعايشين لوردات مكيفين، لكن النساء هن زهرة الحياة وبلا هن الحياة ما لها طعمة. سوق منيح سوق. عم سوق بدك املح من هيك سواقة؟ خيلة نبيل، هي اخر مرة بخليك تسوق قبل ما تطالع الشهادة. ليش شو بس وقتي؟ أصلاً بكرة الفحص. لله قلتك ما بنجاح. والله على هالسواقة ما بعتقد إنك تنجح بنوم. هلأ السيارة عم تمشي ولا ما عم تمشي؟ عم تمشي. ومين عم يمشيها؟ أنت. معناتها سواقتي منيحة أنا. قولي فتنا بالإشارة. لك شافك الشرطة نبيل هروب. على عيني الحكومة. اطفي سيارة اطفي.
اهلا وسهلا بالمهلي. اهلين وسهلين. بتعرف انا شايفك ما عم لك تذكرت شايفك مره بالشرطه في خدمه الشعب تطلع بالتلفزيون وشك منور ما تبلى هالطله. الله يعطيكم العافيه. والله بتتعبوا كثير انتم. بتتعبوا لك عمي. انزل مسيارة انزل. ايه بنزل. شو عليه؟ عن اذنك مدام شقت يا ابو. انا اللي بنزل اصلا بحياتي ما طلعت على طول عم بنزل. وين نزلنا سيدنا امور؟ شو كل اشاره المرور ما تصيتها؟ الحق مو علي، الحق على القطه. قلت لي القطه ما؟ ايه قطه. لو شفتها على نية كنت دعستها. الله قدر ولطف. القطه روح ودعسها حرام. لو دعسها بتعرف قد ايه كنت بدي ادفع كفاره انا؟ لا ما بعرف. كنت بدي طعمي 10 مساكين، وين بدي لاقيهم هدول 10 مساكين؟ إذا بتدور البلد كلها ما فيها مسكين واحد، هلا بالمشاريع الاقتصادية ما بي عندنا مساكين نهائيا. هيك لك. يلا سيدي منيح اللي اجت بإشارة المرور ما اجت بالقطة، والسيارة بتتصلح، حديد سيدي، بصلحها وبدفع وعمره ما حدا يرد. إيه وإشارة المرور مين بدي صلحها؟ لك سعيد بدي أسألك، هلا إشارة المرور مين مسؤول عنها؟ أنتو ولا البلدية؟ هلا بدك تتخوت علي؟ اعطيني ورق السياره. لا ليش هيك عم تحكي معي يا طيب؟ هلا كنا اصحاب وعم نسلم على بعضنا وناخذ ونعطي. عم اقول لك انا انقذت قطه من الموت. هي قطه. قطه بتعرف شو يعني قطه؟ عم اقول لك اعطيني ورق السياره. لا تنسى انه القطه لها روح ولها اب ولها ام. بتعرف بيحتفلوا بعيد الام على طول. اعطيني ورق السياره احسن ما اطلب دوريه تجي تشحطك انت وسياره على الحجز. لا دخيلك. شو حجز ما حجز لا تاكل هم. بعطيك ورق السيارة صفصاف. ناوليني ورق السيارة. اعطيني شهادة سواقة. تعرف هلا قديش ابوه وامه للقطة فرحانين انه نجت من الموت. يمكن كل عيلتهم هلا عم تدق وتغني. هلا لا تلعيلي قلبي بقصة القطة. اعطيني شهادة سواقة. ما ليه بدي اسألك هلا القطة اللي نجت من الحادث قط ولا قطة؟ لتكون قط ونحن عم نسميها قطة. لا انت بالظاهر بدك تتسلى. احسن شيء اطلب لك الدوريه. لك لا شو الدوريه وما الدوريه؟ لك علي ما علي لحالك بتكفي. ما شاء الله عنك بتشتغل قد 10 دوريات بس كانه معاشك قليل. ما لك هذه الشهاده خلصني. السلام عليكم. 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 بسيطة هذه عم بتنفخ نفخة بتطبخ طبخة. لك بسيطة. كبرها بتكبر صغرها بتصغر. مطاطة. صح. لو شالوا منه هالقدوم الشده ما بتدوم. روح شباب كله بينحل بسيطه. روقوا شبكه. لكن روقوا كبرها بتكبر صغرها بتصغر. مو مطاطه المشكله. مرحبا يا اخ داعي نبيل شقت يا ابو. تشرفنا. الله يزيدك شرف. شو ما ضحكت شايف؟ عم اقول لك اسمي نبيل شقت يا ابو. كل الناس خير وبركه. خليني اياك سمعان بهالكنيه من قبل؟ لا. لازم تضحك بس. بسيطه. الله يخلي لنا اياكم. روقوا سيدي روقوا. كيف الصحه؟ ما تعرفنا على الاسم الكريم. توفيق عين القط. لا شقت يا ابو اشوى عين القط. اكيد الاخ تحسين دنا بالفار. اسمع لك هلا احكي لك قصه القط اللي جاب لي له. هذا الخبر كثير. دقيقة. الو. اهلين مدام صفاء. خير؟ لشوفي؟ طيب على عيني.
هلا باخذ محامي بنزل لعنده. لا لا شو يبات بالنظاره، ما بخلي يبات بالنظاره، تكرم عيوني. لك امتى بده يزبط هذا نبيل؟ امتى بده يزبط؟ خير دادي شوفي بعدين بحكي لك. هيك لك هيك ضحك عمره ما حدا يراد، ما حدا اخذ معه شيء، كملها بتكبر صغرها بتصغر. مو مطاطه. خلي عنك عمي. لا تعصب حالك على الفاضي. بتعرف اني حبيتك. وانا كمان يشهد علي ربي حبيتك. منيح اللي الله بعث لي اياه مشان تسليني. على راسي. ايه اخي عين القط. من اولها هات هات معلم، اعطينا كاسه شاي. هات لانك هات الكاسه المصبوبه، هاتها. ربي يسلمون خميرة الشايات الله يعزك. ايه سيدي هات احكي لنا قصتك من اولها. هذا يا سيدي كنت سايق سيارتي واذا بشوف ولد نزل عمره 7 سنين نزل من عرصيف باتجاه السياره، زبرت له مشان يطلع عرصيف، قام رجع بالعكس مرق من قدام السياره وسلخت هذيك الضربه. ايه شو المشكله؟ السياره بتتصلح والولد بيطيب، اكيد اسعفته على المستشفى ما؟ طبعا اسعفته. وان شاء الله الولد ما تاذى كثير. ما بعرف. هو اخذوه على الاسعاف وانا جابوني لهون. ان شاء الله ما يكون مات. وكل الله يا رجال. تفائلوا بالخير تجدوه. تعرف انه اذا الولد مات لا سمح الله راح ينخرب بيتي. ما مشكله بترجع بتعمره، خذ مني بلوك وشمينته قد ما بدك، واذا لزمك مساعده بالعمار بعمره معك. ولك يا عمي انا تاجر كبير وداخل بمشروع حاطط فيه الملايين. اذا الولد مات معناته راح اقعد هون مو اقل من 6 شهور. ساعتها بيكون مشروع طار. ايه بسيطة. يسلموا الخمير. الله يعطيك العافية وكسر ايديك على الشايات عاشر وش. طيب تشارط انه ما مات. ان شاء الله الله يسمع منك. تشارطني. لك يا عمي ما بدي منك شيء، ما بدي شيء، انا عندي شيء بكفيني وزيادة. بس نظرا علي. ندرا علي اذا صدق حدسك لا اعطيك حلوان مرتب. السيد المواطن المحترم توفيق عين القط اخلاص ابيب الكفاله. ان شاء الله ريت لك يا عيني عليك. الف مبروك الف مبروك الف مبروك وادعي لي عبالي انا. الله معك الله معك. مبروك يا استاذ. الله يبارك بعمرك. كان معي 500 ليره من يمين. تعال الله معك. شكرا حبيبي. طمني ان شاء الله الولد ما مات. طيب وعين الله عليه. معه شوية هيك ردود عالجناه ومشي الحال، مشان اهله اتفقنا وياهم على المبلغ مشان ما يرفعوا دعوة عليك. على عيني شواربك. ليش مين الاخ؟ اعطيني شو معك مصاري؟ معي 100,000 ليرة بدون اعطيه لاهل الولد. هاتون هاتون. تفضل. بعدين بقول لك ليش. خذ حبيبي خذ. ايه. هذا الحلوان وهي هات بري بري. شو؟ هي بوسه. من هالشوارب الحلوة. لا ما بيصير. ما بيصير. حلوان علينا. خد حبيبي خد. وهي كرفي اسمي. شو ما اعتزت شو ما لزمك اتصل فيها. لا تأخر. على عيني. الله معك. شرف. السلام عليكم. مع السلامة. لي نسيت اخذ منه اقرار انه 100,000 هو اعطاني اياه الحلوان. نعم ما بيصدق مدير الرقابة والتنبيش بقى انه هدول جايني حلوان. يا حبيبي. اكلناه. ماما طول بابا. معلش ماما الاجتماع اللي هو فيه مهم وبجوز يتأخر. لكن ليش قلقانة؟ مالي قلقانة. ألو أهلين كامل. كامل الله يخليك. سهام صحي أختي وأنا بموت عليها بس لا تدخلوني مشاكلكم. قلعوا شوكم بإيدكم. يلا معك مع السلامة. ماما شو هذا يا؟ ما كانوا يعقلوا متل صغار من مشكلة لمشكلة. ايه بدروسك انت. بعيد عنك حياتي عذاب. ابو سكاكا بعيد عنك يا سكاكا سكاكا. وبعدين معك نضل ساكتين. احكي لك كلمة. سكامش عم تعد من اول ما شفتك لك احكي لك كلمة. جامين تو شيخشي تو سبيك تو ماتندي برنادت
قلتني شوت السك وزي اللي ما في. الله حيو نعم كستون يتلي بون ايسو ايا جامي بيخصو يلي بون السوق كباري. السيد المواطن المحترم نبيل شقة يابو اخلاء سبيل بكفالة. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. لك انا كم مرة نبهت عليك ما في السيارة بلا شهادة. انت ما نبهت علي مرتي اللي نبهت علي. اي شريف لوين بنروح؟ عالبيت. الله يبارك فيك. خلي عمك انا بقبله اذا بدك. شو بدنا نساوي بالبيت؟ شو بدنا نساوي بالبيت؟ شلون قدرت تطلعني من هون؟ فضل المحامي لأيام الدنيا وقعدها لحتى قدرنا ندفع لك سلفة لحتى يصلحوا إشارة المرور، بعدين أخذنا لك أمر من المحامي العام بإخلاء سبيل مؤقت بس ليس ما يصدر حكم المحكمة. إيه لا سيدي أنا الله بيحبني شافني ما رضيت أدعس القط قام أكرمني وطالعني. شرف شرف. بتعرف مين كان هون وشو عطاني؟ مين؟ بعدين بحكي لك. برناديت الخمسميات اللي سحبته تصرفهم بالهنا ان شاء الله. شايفك تفضل. ان دو تروا كات سان سيس. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Tu veux boire comme tu veux, tu m'as dit, comme ci ou comme ça. Et tu veux pas, la vie. شو عم تعملي؟ عم ضب اغراضي. وين رايحة؟ عجهنم الحمراء. خديني معي. قصدي نفس الشيء هون ولا جهنم الحمراء نفس الشيء؟ عم تتمسخر علي كمان؟ عم تتمسخر؟ لا حبيبتي ما عم تمسخر بس عم رطب الجو. مهما سويت ما بيترطب الجو، أنا مالي قاعدة معكم بهالبيت. حبيبتي يا روحي يا قلبي، روقي وخلينا نتفاهم. حبيبي ما بدي روق وما بدي نتفاهم، أنا تاركت لك البيت وماشي. ما في روحة. لا بدي روح. لا ما في روحة. لا بدي روح. لك يا روحي يا قلبي عم قلك أنا بحل الموضوع. ما دخلني أنا مالي قاعدة أنا وياها ببيت واحد. طيب. فهمت علي ولا ما فهمت؟ هلا بتطلع جنونة ها؟ طيب ماشي، رايح لعندها، أبحث الموضوع معها وبرجع لعندك ما بطول. ما في. خلص أعطيني وقت. طيب ماشي، خمس دقايق، بتتأخر دقيقة بترك لك البيت وبمشي. قد إيه؟ خمس دقايق. بلش الوقت ما؟ صفي أربع دقايق. يلا ماشي. في عندك حل تاني؟ عندي. هاتي لشوف نعطينا فيه. هي تنتقل لبيت تاني. شلون يعني؟ لك شو؟ مجنونة انت؟ هذا البيت لأمه بتزتني أنا وياكي بالشارع. لا ما بتقدر تزتنا بالشارع، انت هيك فهمتني قبل ما نتجوز. لك ايه مزبوط هو يعني، بس المشكلة انه هلأ وضعه حامل ومو حلو. معقول هلأ قلعها؟ ما حلوة مشان ببو. طيب ماشي الحال، أنا كرمالك رح وافق. ماشي مرضية انت. الله يرضى عليك. بس بشرط. شو هو؟ تأمن لي بيت مثل هاد، سياح نياح، مو تستأجر لي غرفة فوق سطوح. منين بدي اجيب لك بيت مثل هاد؟ مالي علاقة، هاي مشكلتك مو مشكلتي، أنا كتر خيري إني وافقت أطلع من هالبيت. إي والله إي كتر خيرك، مرضية كثير مرضية. شو صار معك؟ مشي الحال. طلقتها؟ لا لكان؟ لك خلص هي رح تترك البيت تمشي. بدها تنتقل على بيت تاني؟ لكان رح اخذ لها بيت جديد تنتقل عليه. ليه
ليش حبيبي انت قدرت تدفع اجرة بيتي؟ شو بدي ساوي؟ انتو هيك بدكم؟ لا مو هيك بدنا، طلقها حبيبي هيك بترتاح منه ومن اجرة البيت. سيهام اسمعي لقلك، طلاق ما في، هذا اخر كلام عندي. تنباع بالعزة انت وياها، تنباع بالعزة انت وياها، بس اللي اوله شرط اخره سلامة، كل يوم بدك تجي لعندي. حاضر. انت بدك تنتقل على بيتك الجديد؟ حاضر. هذا سؤال ثاني. شو هو؟ انت بدك تنتقل على بيتك الجديد؟ بكرة. ليش مو اليوم؟ لك شو اليوم؟ شو اليوم؟ لك انت لك بدك تجننيني؟ شو ساوي فيكي؟ لك انا بدي لاقيها منك ولا منك؟ لك صوتي عم يروح ويجي، وين بدي اروح بحالي؟ اطلع لفوق، بس حاليا فوق الزعلة، شو بدك فيني اللي ساوي؟ بهرب منكم، ما بنصوت معكم، برجع ما بلاقيكم، لك قولي عليكي. يبعت لي حمى. جننته. هي القصة من القطة لكاست الشاهي. هلا انت يوم ولدتك امك كان عيد الحظ شي؟ حتى بقلب النظارة اجتك رزقة. لا ما كان عيد الحظ، كان عيد الشجرة. بايخة. عجبك مو شغلة بتحط العائد بالكم. بابا لا تكون عم تقشط علينا. ها شوي عم بقشط عليك ولا بروسلي؟ ليش ما؟ لانه الحكي اللي حكيت لنا اياه ما بيتصدق. معك حق والله ما بيتصدق، بس دعي لربك مدير الرقابة والتنبيش يصدقه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ماما فوتوا لأوضكم ناموا. أمي ما رح أتحرك من هون قبل ما أعرف شو رح يجيب لنا البابا حلوان الرزقة الجديدة. صحيح نبيل، شو رأيك تشترينا أوضة نوم جديدة؟ أوامدة الحافظة بك، خليه بالأول يقلنا شو بده يجيب لنا. اكسكتي ولا أنتي؟ أنا ما رح أقدر أوعدكم بشي لرجع لعماد السلف اللي دفعها مشان تصليح إشارة المرور. مو بس أنت بتنيح، بتنيح أكتر منك. إذا هيك بسيطة، ما رح يضل معه كتير. لك شو في؟ وقف وقف عندك شوي، استنى شو؟ شوي. لك شو بدك؟ شو بدك؟ استناني شوي، استنى لشوف. انا نسياني بدي اتفقع جاكيتي. يا رب ما تكوني نسياني شيء. لا لقيته. روح حاسبه روح. عملتيها يا نظمية؟ انا بفرجيكي. عفوا والله العداد اشوف. ايه هدول بكفي. الحمد لله. مع مين بدك تتصلي؟ اتصل مع بناتي. ايه ما في داعي تتصلي بحدا. يا شلون ما في داعي؟ بدي اطمن عليهم وطمنهم على حالي. يا نظمية بكرة بتروحي لعندهم وتطمنيهم على حالك. هلا معقولة تلبكيهم الجاي لهون بهالليل؟ طيب رح اتصل بس بصفاء. لا صفاء ولا سهام، انا تعبان وبدي نام. روح نام. مين كامشة؟ لك يا نظمية اذا اتصلتي ببنتك هلا بدها تجيب جوزها وتيجي تسلم علينا، وانا مالي قدران اقعد مع حدا، تعبان بدي نام. تكرم عينك مثل ما بدك. مرحبا عبدو، يلطانيك عطيني الأنسة سوسن من مكتبي اللي عم يحكي من البلد. شو القصة؟ عدي ورا مكتبي وحاكيني. شو عرفك اني واقفة؟ لا خلص عدي مثل ما لا بقول لك الجاكيت الكريم. أبو سمرة. والكنزة الحمراء. أبو سمرة خيلتني أبو سمرة. والبطلون الأسود صايرين أسورتي. أبو سمرة حتجنني ها؟
شو عرفك بكل هذا؟ لا خلص اعدي انت اعدي. رح اقعد. لا لا مو على حرف الطاولة، اعدي على الكرسي. اعدي على الكرسي. قعدت على الكرسي. ابو سمرة شو عرفك انه انا بكل اللي عم تحكي هاد؟ لاني شايفك، انا شايفك. شلون شايفني ابو سمرة؟ لك رجع يسمع على اذنك، انا شايفك شلون ما لك شايفتيني. شلون بدي اشوفك وانت عم تحكي معي من قلب البلد؟ فتحي عيونك منيح بتشوفيني. ابو سمرة حتجنني؟ ابو سمرة طيلة لحقاب المجن. يا صباح الخير يلي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شلون اجيتي بهالسرعة هاي من البلد لهون؟ ليش ما حكيت لي؟ لا ما حكيت لي. بعدين بحكي لك. اطلعي من ورا مكتبي، مين قعدك هون؟ لاني سوسن من مكتبي القطع الخط. قومي ردي مالي حير رد. خلص تعي ردي. الو اهلين عبد الحميد. منين عم يحكي؟ وليش لحتى ما يشتري لي اياه؟ انا جوزي بيحبني كثير ورغباتي كلها عنده اوامر. اما شو موبايل يا ميساء، بيطير ضبنات العقل، بيعمل 100 شغله وشغله. قديش كلفكم؟ يعني حوالي 70,000. هلا حطتي جوزك 70,000 مشان تقدري تحكي معه بكل لحظه وتعرفي وين عم بيروح وين عم يجي. يا لطيف شو انك قويه. او ليش لا، جوزي وانا حره فيه، لازم اعرف بكل دقيقه وبكل لحظه وين عم يروح وين عم يجي. طيب وبركي حكاكي من المرجه وقال لك انا عم بحكي من المزه، شو بيعرفك؟ شو علي؟ المهم يضل يفكر فيني. جوزي وانا حره فيه، جوزي اغسله واكوي. لك ليش هيك سكرت الحنفيه؟ لسه بدي اغسل ايدي ووشي. غسلي على راحتك، بس لا تفتحي الحنفيه على الاخر، البلد ما فيها مي، والاسراف بالمي بهالشكل حرام. لك انت ما عم بتشوفي الارشادات اللي عم بتطالعها مؤسسه المياه بالتلفزيون، الاقتصاد بالمي ضروري ضروري. معليش معليش، بعرف الاقتصاد بالمي ضروري يا حبوبي، بس يعني اذا كان بدي ضل على طريقتك عم نقطة نقطة نقطة، بدي لآخر اليوم ما بغسل لا وشي ولا أدية. هلا مش الحال. بالمناسبة اتفرجتي شي مرة على برنامج الفلاحين بالتلفزيون؟ ايه بحبه. وشفتي قديش طريقة الري بالتنقيط أنفع وأوفر؟ لك معك حق. لك الري بالتنقيط لك عفوا يعني تغسيل الايدين وتغسيل الوجه، حتى التغسيل العادي بالتنقيط اضبط واحسن وانضف، مو هيك حبوبي؟ ترك الضوء بالغرفه شاعر؟ لا حرام حرام. صباحية مباركة يا عروس. اسا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا معك شيء هاتوا. شو بده يكون معي؟ ما في غير المعاملة. هات سيدي هات. هيك رح أنسى توقيعي، بدي وقعني على شيء شغلة. هلا هي معاملتك؟ فكرتها شيء معاملة محرزة، ضيع لي فيها شيء 5 دقايق. شغلتها بسيطة هي. ها؟ ها شرف سيدي خالصة. شو هذا استاذ؟ شو في؟ شو في؟ شايفك موقع مرتين عنك وعن غيرك. يا سيدي غيري اللي لازم يوقع هو القديسة سوسن اللي قاعدة هني، بس أنا لاغي لها توقيع لأنه مثل قلتو. طيب بركي الموظف اللي بعدك ما رضي. لا تخاف، انت قل له نبيل شقة تيابه اللي وقع بيضنا. الله معك يعني. مع السلامة. الله معك. أهلين وسهلين. شو هذا أبو سمرة؟ هلا أنا توقيعي صار مثل قلته؟ لا خلص لا تزعلي، توقيعي أنا كمان مثل قلته. هيك معاملة ما بدأ توقيع من حدا أصلا، بس مشان يلاقونا سبب ليقبضونا رواتبنا بلزقونا هيك توقيعات. إنه عم نشتغل يعني. نسي الجريدة، من حظنا يلا منضيع وقت. نتسلى فيها. يا حبيبي اسمعي، والله اسمعي لي، استقبل المسؤول الفلاني الموفد الفلاني وتباحسا طويلا حول أوضاع المنطقة. خلص الخبر، فهمت شيء؟ هلا ما لقيت غير هالخبر تقرا لنا اياه، شوف لنا فيها الكلمات المتقاطعة نحلها ونتسلى فيها. قلتك ولي شوفي نفس الجمعية اللي بسجل فيها على بيت. طاروا المصاري. لك فهمني انو مصاري طاروا. بعدين بحكي لك. لا اطلب مرتي بس عم. شو بدي بمنيتكم؟ منيتكم على حالكم. ليكم. الو اعطيني صفصف. انا جوزة نبيل. انا هيك مروي اخت مرايتي. الو مرحبا صفصف. الجمعية السكنية اللي مسجلين فيها على شقة. المصاري بح. طاروا. طاروا ايه؟ نستلم؟ ايه بجوز ما يسلمونا منو؟ وعم تضحك كمان؟ ليش؟ متأكد من هالحكي؟ نبيل تأكد مزبوط ليكونوا كاتبين عن غير جمعية. طب شو اسم الجريدة اللي معك؟ خلاص بعد الظهر منروح الجمعية ومنتأكد. طب خلاص ما لحقص علينا. باي. ميساء شوفي انت ابن خالتك جاب لك سيرة تجاوزات ما تجاوزات عن الجمعية اللي اخذنا منها الشقة. لا ليش شو صاير؟ كاتبين بالجريدة انهم كافين ايد اعضاء مجلس ادارة عم يحققوا معهم. الله وكيلك ما عندي خبر بشي. حاجة تضيع وقت بالحكي، اشتغلوا. اي لك شبك شبك روق شوي، بتعرف انه هذا الموضوع اللي قلت لي اياه حل منطقي معقول، بعدين بريحك من كل مشاكل عم تعاني منها. اخي انا ما عندي مشكله بنوب، بس يعني فكرك انا بلاقي لها بيت مثل البيت اللي ساكن فيه هلا. اذا دورت بتلاقي بيوت كتير، اذا ما كان مثل البيت اللي انت ساكنه بيكون قريب منه. وينك؟ انا شغلت هي السياحي ما بتخرط مش طيب؟ لا طبعا، سياحي ما مشي معك بنوب. يا سيدي حتى لو كان بعقد سياحي مو مشكله. بتستأجر بيت هلا 6 شهور، واذا مدد لك صاحب البيت كان بيها، واذا ما مدد لك بتنتقل لبيت غيره، يعني ما في مشكله. ومنه بتكون مرتك والبيت، ساعتها بترجع مرتك الثانيه لعند الاولانيه غصبا عنها. لك اخي مو مشكله هلا هون مو النقطه، انتوا لاقوا لي حل بالاول بعدين ما نفكر، نرجعها ما نرجعها، نخليها ما نخليها، نطلقها ما نطلقها، بس هيك ما بيصير. رح تفكر يا قلبي. هدي لي حالك شوي، شبك بتتم معجو فاير فوران، روق حالك شوي. اخي انا تحت ايدي بيت مساحته قد بيتك تماما، بس تعرف انه في مشكلتين. اول مشكله جردينه كتار، وتاني مشكله اجاره بالشهر 5000 ليره. قدرتك تدفع 5000 ليره بالشهر؟ لك اخي انا ما عندي مشكله بالجردين، بحسب عالي قاعد معكم، بس مشكلتي بال5000. اضحك بعبك اذا بتلاقي بيت مثل البيت اللي ساكنه ب5000 ليره. شفت لحتى تعرف وتشوف قديش حماتك مفضل عليك. والله انا ما قدرت ادفع ال 5000 ليره. لك انا راتبي بعد الزيادات كلها اللي اجت عليه يا دوب يوصل ال 5000 ليره.
مشكلة ال5000، خلص أنا بدفع لك يا أبو. أنا وعدتك أدفع لك، بدي أدفع لك حتى لو شحدت. أخي أنت شو عم تحكي؟ معقول كراس شهر تدفع لي 5000 ليرة؟ أخي ما بيعملها. رب أخي لم تلد أمه. فعل الخير يا كامل لا بده قرابة ولا بده صداقة. أنت مزنون، إحنا لازم نتعاون. ما بتعرف بكرة بيدور بداله. أنت بصير معك، أنا ما معي، وقتها بتساعدني. مشان الله ابو سمير، حاجه تريد مثاليات علينا بقى؟ لو كنت انا محلك وانت محلي، يعني انا اذا كنت محلك ما بساويها لوجه الله تعالى. هيك كراس شهر طج 5000 ليره، اذا بدك تعتبرهم دين فيها وما فيها، اما هيك هبه. يا اخي انا هيك عقلي اجدب اخو مراي، انت شيء انا بدي ادفع لك. يا انسه سوسن، يا انسه سوسن، انا بعرفك فهيمه وعقلي، احكي لك كلمه، ليشك قاعده مثل اشهر؟ ابو سمير خلي حدا يحكي، بعدين انت الثاني خليك خفيف الظل، اذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله، اقنع مرتك واستاجر له بيت صغير ب 2500 تنبلع اكثر. خلص راح خليهم قاعدين مع بعضهم، اشوف شو بده يطلع منه. شو؟ شايفتك لهلا ما ضبيتي اغراضك؟ هلا بس يجي كامل ويقول لي انه لقالي البيت اللي انا بدي اسكن فيه بضبن. خليني ساعدك مشان ما تتاخري، بعدين بندق تليفون لكامل بيجيب تاكسي وبيجي، خليكي تلحقي ترتيب بيتك على ضو. ايه ما في مشكله، بس يجي كامل ويقول لي انه لقالي البيت بضبن نص ساعه. طيب مو احسن لك اذا ضبيت يوم من هلا؟ ليش تروحي نص ساعه من وقتك؟ عم قلك ما بدي ضب شي ليجي كامل. طولي بالك، شبكي؟ ليش عم تعيطي علي سعاد؟ ليش يا حبيبتي؟ هلا هي جزات المعروف انه انا جاية ساعدك. خيتو ما بدي اياكي وما بدي معروفك، وصلانة معي لهون. ها سهام، روحي انضبي بغرفتك، تركيني لحالي بغرفتي. يا عبشو، يا عبشو، ما عليك يا سعاد، ما كنت متوقع منك هيك عم تقلعيني. قال يا رايح كتر ملايح، انت يا رايح كتر ابايح. طلعي برا، طلعي برا. شبكي لا تطلعي ولا تطلعي. يا حرام جنيت، يا ترى ليش؟ شو هذا ابو سعيد؟ ابو سعيد ايش يا بنا، صحصح شوي. شوف عملت لك فنجان قهوه بياخذ العقل. يسلموا هديه. سلم عمرك يا ربي، صحتين والف هنا على قلبك. شلون شفت لي القهوه؟ ما منيحه. لا ليش بقى؟ مكتره بن بن. خلص تكرم عينك مره ثانيه ومنخف. ومكتره سكر. ماشي من عيني، هي قبل هي مرة تانية بلا سكر، مرة أطيب. ومكترة مي. مي؟ ها؟ شلون يعني مكترة مي؟ غالية دولة، فيها 4 فناجين ونحن كلياتنا 2، نصف فنجان بكفينا. القهوة مو للشبع، القهوة للتمزمز. للتمزمز. تمزمز؟ دخيل المزمز يا طبعك، دخيلك أنا، دخيل مسحك أنا، دخيل مسحك. شراب القهوة احسن ما نكبها. اشربها. ابو سمير نقرت لي راسي. شو قصتك انت والموبايل؟ بتضل عم تحاول فيه، بتضل عم تحاول فيه. هي دمك التليفون اتصل من هون. ما بدي بنيت الدوله، بدي احكي قطاع خاص. مع مين بدك تحكي؟ مع المحامي لأفهم شو بنقدر نعمل مع الجمعية. ها في شحطين. ليه ليكو ها وقعت الشبكة ما محتلين. اجت العزة. صباح الخير. خير؟ ليش جاي الساعة 9؟ قلت لك فحصي الساعة 10. أنا صار لي ساعة عم بتصل فيه والموبايل تبعك مشغول. قلت لحالي بجي لعندك نقعدنا شوي، نشرب فنجان قهوة، نتسلى شوي، بعدين بنروح على الفحص. جاي على قهوة تخد عليك انت؟ ما هون عنا شغل، هي دائرة والشغل اهم اللي خلفك.
والآنسة سوسن كيفها؟ منيحة منيحة منيحة. قوم معي قوم، بدك توصلني مشوار. لوين؟ بدي روح بسيارتها. ليش وين سيارتها؟ ما بتعرف انه ما معي شهادة؟ شلون بدي سوقها؟ بدك ترجعني على النصارى انت؟ مشوارك بعيد؟ على الطريق بحكي لك. بدك ترجع؟ طبعا راشي. مو لك الحكي. بعدين بحكي لك. خاف بحاسبك، ليكني هون انا. ان شاء الله استنى. شو خلي شوفير عندي. الو مين ابو عبدو؟ لك اخي انا ماني اعطيك رقمي، ما بعرف واحد اسمه ابو اخي، ما بعرفك انا. تضرب انت واللي اعطاك الرقم سوا. شوفير شلون بنكون استاذ؟ ان شاء الله بخير. عم ينط مثل السعدان. الله يخلي لك يا على التخلفة. تنذكر وما تنعاد ان شاء الله. واخبار المشاريع والشغل تمام ان شاء الله؟ ايه الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طالع لي هويتك. نعم طالع هويتك. شاشة اخي في هذا الاشعار بتحط لي عليه بيانات الهوية وبتوقعه وبتختمه. يلا هات لشوف. اوعى تضحك. ها اذا بتضحك بزعل. ما قلت لك بسعى. لك عود عود تعال تعال هنا. لك وين رايح؟ لك تعال تعال تعال. مو قلت لك انا بسعى لسه بضحك. مو اتفقنا انه ما تضحك؟ ما قدرت. بعدين شو بيلزمك هيك اشعار؟ اخي انت شو بدك بهالقصة؟ اكتب لي بيانات هويتك يلا. يا حاضر حاضر. لا وقتك اكيد يا ابو عبدو. يا ابو عبدو لا ما في شيء، بمكتب واحد ثقيل انا. لا لا مو بنفس السؤال تبع هذا، انا اسال شوي لانه معه اكثر. مشان شو الختم؟ لك لا لا ما في شيء، مو لك. ماشي يا ابو عبدو بحكي معك بعدين. هلا وقتك ما اسالك. هي ختمنا لك اياها. يسلم وديات. وصينا. وين بدك تروح؟ ما بدك تقول لي ليش بيلزمك الاشعار؟ ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. ايه بعدين بحكي لك. لك وين؟ تعال تعال. لك ما بدك تشرب قهوه؟ بيت قلبك. انت عمري وغيرك لا.